نروح لنا على غير القضية. أنا بعدني أسحف والحكي على المترو. وين المترو؟ لا معلق راح يصير. ها صار معلق. معلق. هسه بالسما بالقاع وينه؟ معلق من جسر يعني بواب. مال الجابرية. من بوب الشام راح يروح ذاك الجهة للكرخ. إيه وين؟ جهة مقتربات جسر. مثلاً. أكو شغل؟ هم ويمي. بس أنا بالأمر الديواني أسمع إن شاء الله راح تحط البصمات مال التعاقد على النقل؟ النقل هي مو هسه المحافظة بين المحافظة وبين الأمانة ما أدري هسه وين صار على المحافظة وعلى الأمانة يا جهة اللي أخذته صدق هاي ما تعرف حماها مرة جاية لا لا مو هذا كان بمشكلة تعاقدي حسب علمي وياه تعاقد محافظة بغداد وبين أمانة بغداد يعني واحد عليه تصميم اللي بداخل المحافظة على أمانة اللي ورا الحدود على المحافظه نعم. اذا بالداخل على امان انا اقول لك لان انا هاي الربابه عندهم مشكله التصميم والتنفيذ وما ادري يمكن اصبحت اعتقد على المحافظه اعتقد على المحافظه كلام مو يجوز ربما على المحافظه بي شغل لا هذا 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 اذا صار تشوف هذا النقل الجماعي استاذ نجم أي. يعني اكو هسه احنا لو نسوي تراموي قطار بسيط يعني مو ذاك ويتجول هو هذا المعلق اللي كثير انتقادات صارت عليه تعرف والسيطرة على السيارات الحكومية والسيطرة على سيارات الأجرة وتفاوت الدوام تعرف هاي كل يخفف وطأة والله اليوم تعرف ولا موظف يروح بسيارته والله اليوم أنا فتت من الشارع وفات واحد من الولد المسؤولين أقسم بشرف يمكن وراه 200 سيارة يدري اللي هو يأكله يخاف يطلع له طنطل زين 200 سيارة تمشي وراك بابا إذا تخافوا قعد ببيتكم زين شنو هذا والله وبمنطقة بس الله يشوفه زين هذا استعراض القوة مو معيب ذني مو مالاتك أنا السيارة واحدة وراي ترى حسا بس سيارة والله الله 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 والله اثنين شرطة يجوز في يوم من الأيام بصير رئيس وزراء هم يراد لك 200 واحدة خلي مالك علاقة بدون تعليق بلا تعليق